أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد فيفو واي 17 4S 5G رسمياً، وسوف نستعرض في هذا الفيديو المواصفات الرسمية للهاتف بالإضافة كذلك إلى السعر. مواصفات هاتف فيفو واي 17 4S 5G: يحتوي الهاتف على شاشة من نوع LCD والتي تأتي بمقاس 6.58 إنش بدقة Full HD Plus ودقة 1080x2408 بيكسل، ويأتي بمستشعر بصمة الأصبع مثبتاً على الجانب بالهاتف. فيما يتعلق بالمعالج، يعمل الهاتف بمعالج من ميدياتيك وهو معالج ديمينيسيتي 810 بمعيار 6 نانومتر بالإضافة إلى معالج رسوميات مايلي جي 57. وفيما يتعلق بالتخزين، يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع إمكانية زيادة سعة التخزين لتصل إلى 1 ثيرابايت. فيما يتعلق بالكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة حيث يأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8، والعدسة الثانية تأتي للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.4. تدعم الكاميرا الخلفية تقنية HDR وتقنية بانوراما، ويدعم الهاتف تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطار في الثانية. ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجا بيكسل. فيما يتعلق بالبطارية، يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4100 ميلي أمبير في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 44 واط. وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11، ويدعم الهاتف كذلك شريحة اتصال، ويدعم كذلك اتصالات الجيل الخامس 5G، ويدعم أيضا بلوتوث 5.1. بالإضافة إلى ذلك، يدعم مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ TP-C، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى. أما فيما يتعلق بسعر الهاتف، يبلغ سعر الهاتف الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت حوالي 360 دولار أمريكي. ستجدون في الوصف الفيديو رابط المقال لموصف جميع مواصفات الهاتف. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.